at minus 3 if added to another system. عندي دايرة اهيت عبارة عن RC circuit، وهذه ال RC circuit لها دخل VI of T ولها خارج الدخل بتاع V1 of T والخارج بتاعي V2 of T، وعايزين والله نشوف قيمة R و C التي تجعل لهذا النظام بول قطب عند ماينس 3. يعني ادي النظام قدامي على الشاشة اهوت، نظام بسيط جدا وليس معقدا، عبارة عن مقاومة ومكثف يعني RC circuit. انا عايز اخلي او اجعل او احسب او اوجد قيمة الـ R والC التي تجعل لهذا النظام قطب مقداره ماينس 3. زي ما اتفقنا ان طالما ماينس فاذا انا عايز اخلي هذا النظام او قيم المكونات الداخلية لهذا النظام تجعل النظام ايه؟ النظام مستقر. فاول حاجة بنعمل ايه؟ نفس الكلام، اوصف النظام رياضيا. طبعا احنا قلنا ان يمكن ان انا اول حاجة في وصف النظام رياضيا ان انا اكتب الديفرينشال ايكويشن بتاع هذا النظام، ثم انتقل الى النقطة الثانية وهو حل هذه الديفرينشال ايكويشن باستخدام اي تكنيكس. احنا هنا بنستخدم لابلاس ترانسفور، دي تاني خطوة، ومن ثم اوجد الكاركترستيك ايكويشن وسواها بالصفر واوجد البولز اللي هي مطلوبة. لكن بعض الاحيان انا بجنب الخطوة الاولى اللي هي عملية كتابة كتابة الديفرينشال ايكويشن، خاصة لو انا عارف مكونات الدايرة بتاعتي او مكونات النظام بتاعتي. انا عندي مكون اهوت اللي هي المقاومة والمكثف. احنا قلنا المقاومة في التايم دومين هي نفسها قيمة المقاومة في الاس دومين، وكذلك المكثف في التايم دومين انا بستبدله بمقاومة واحد عليه على السي اس. وبالتالي انا والله ممكن اقول والله الفي اي اوف اس بتساوي ار زائد واحد على سي اس في الاي اوف اس، ده اول معادلة. والفي او الفي اتنين اوف اس بتساوي واحد على سي اس في الاي اوف اس. اقسم الاتنين على بعض هيديني المعادلة اللي احنا ايه اللي احنا شايفينها ديت، او اللي احنا بنسميها الايه الترانسفير فانكشن بتاعتي، في او اوف اس على الفي اي اوف اس بتساوي واحد على واحد زائد الار سي اس. احنا عايزين نشوف البولز بتاع هذا النظام، روح مباشرة لمقام الترانسفير فانكشن، سويه بالصفر، حصلنا على ما يسمى بالكاركترستيك اكويشن، ثم جيب الروتس اللي هي الجذور التي تجعل هذا المقام بتساوي صفر. احنا في حالتنا ده فيرست اوردر، يعني نموذج او موديل او ترانسفير فانكشن من الدرجة الاولى، وبالتالي مجرد ان انا احسب اساوي واحد زائد ار سي اس بس زيرو هيديني اس بتساوي ناقص واحد على الار سي. طيب هو الراجل عطيني في الاكزامبل ان انا عايز البول ديت بتساوي ايه؟ بتساوي ناقص 3. طيب اذا المطلوب هو ايجاد قيمة R وقيمة C التي تجعل و ناقص 1 على RC تساوي ناقص ايه؟ ناقص 3. فاحنا بنقول له والله ناقص 1 على RC بتساوي ناقص 3. تعال نحط قيم كده للR، واحنا قلنا والله لو انا حطيت الR بواحد ميجا اوم بديهي جدا الC هتكون مثلا 333 بيكو فرات، يعني مع بعض الفراكشن او بعض الكسور الصغيرة يعني مش هتطلع واحد بالظبط، مش هتطلع 3 بالظبط، لكن هتطلع 3 فاصل مثلا 33 وهكذا. خلاص، فديت انا استخدمت الماثماتيكال موديلنج او النمذجة الرياضية في تصميم نظام، او على الاقل مش عايز اقول تصميم نظام، ولكن في تصميم مكونات داخلية للنظام تجعله مستقرا، تجعله ستيبل، تجعل الروس او جذور معادلة التميز او جذور او الروس اوف كاركترستيك اكويشن اللي احنا بين قوسين كده بنسميها البولز في السالب بتاعي او بالقيمة السالبة، وبالتالي حطيت قيمة او اوجدت قيمة للار وقيمة للسي اللي بتديني هذا المطلوب. نفس الكلام هنا عندي في الايه في ال R و C هي R L C circuit. طبعا لو انا استخدمت time domain
يعني هتبقى عندي مقاومة وإلا على التوازي، وهنجيب بقى معادلات كتيرة وهندخل في يعني إزعاج رياضي شوية بيكون صعب على الطلاب. فإحنا ممكن نعمل حاجة ظريفة، وهي بدل ما أكتب differential equation، لا، ما أنا عارف قيمة R في لابلاس بتكون R، قيمة L في لابلاس بتكون SL، وقيمة C في لابلاس بتكون 1/C. وزي ما قلنا انا كاني انا بتعامل مع هذه المكونات على انها كلها مقاومات، يعني ال L في لابلاس كانه مقاومه مقدارها ال S، ال C كانها مقاومه برضه في لابلاس لكن قيمتها 1/C S، وبالتالي كان ال R وال L ديت ممكن استبدلهم بمقاومتين على الايه؟ مقاومه او ما يكافئ مقاومتين على التوازي، وابدا احل المساله زي المساله اللي فاتت مباشره. هو نفس الكلام، انا اصبح عندي الار والال ديت على التوازي، قيمه الار في اللابلاس هي نفسها، قيمه الار في اللابلاس ترانسفورم هي اس ال، الاثنين توازي، استبدلهم بامبيدنس مقدارها ايه؟ مقدارها زد، وهنشوفها دلوقتي بالاضافه السي كما ايه. وادي الكلام اللي احنا بنقول ايه، اللي احنا بنقول عليه في الار في التايم دومين، قيمه الار في التايم دومين هي نفسها قيمه الار في مين؟ في الاس دومين. يعني الدايرتين ايكوفالنت، هو الاي اوف تي اتحول الى اي اوف اس، او الاي ار اوف تي اتحول الى اي ار اوف اس، الفي ار اوف تي اتحول الى في ار اوف اس، لكن الار قيمتها كما هي. يعني احنا ممكن غيرنا اسمها بقى الزيت ار، لكن قيمتها ايه؟ قيمتها كما هي اللي هي الايه؟ الار. تعال نشوف الملف، ادي الملف في التايم دومين بيبقى بالهنري ال، والتيار اللي بيمر فيه اي ال اوف تي، والفي ال اوف تي هو فرق الجهد بين طرفيه. في الاس دومين هو نفسه الاي اوف اس او الاي ال اوف اس، الفي ال اوف اس، لكن استبدلنا ال بمقاومه بممانعه بامبيدنس مقدارها ايه؟ مقدارها ال اس، كذلك الايه؟ كذلك الايه؟ المكثف. المكثف نفس الحكايه اهوت في التايم دومين، الساعه بتاعته موجوده، التيار اي سي اوف تي، وفرق الجهد بين طرفيه هي في سي اوف تي، ونعمل لابلاس خلاص، شلنا السي وحطينا مكانها زد، حطينا مكانها مقاومه، مقدار هذه المقاومه هو 1/ سي اس، والتيار الخارج منها هو اي سي اوف اس، وفرق الجهد بين طرفي هذه المقاومه مقدارها في سي اوف اس. وبالتالي انا لو عندي ار سي ار ال سي سيركت زي ما هي موجوده عندي، وطبعا ممكن الار سي سيركت ديت او الار ال سي سيركت تكون ممثله مثلا لترانزميشن لاين، خطوط نقل كهربي، تكون ممثله لبعض الماشينز او بعض الالات الكهربيه، يعني مش شرط ان هي مقاومه ومكثف وملف متصلات معا على التوالي، لكنها ممكن تكون، ممكن تمثل مثلا فرن حثي زي ما بيسموه، اللي هي افران سباكه المعادن والكلام ده كله. وبالتالي عندي ال وعندي سي وعندي ار. لو انا حبيت اكتب المعادله التي تصف هذا النظام باستخدام الديفرنشال ايكويشن، هجد ان الفي انبوت بتساوي الار في الاي زائد ال دي اي باي دي تي زائد 1/C تكامل الاي دي تي. انا لو حبيت اعمل لابلاس، اخش لابلاس، يبقى الفي اي اوف اس بتساوي ال ال اس، ال ال هشيلها واحط مكانها ال اس، المقاومه هي نفسها، والسي هشيلها واحط مكانها ايه؟ سي اس. كانهم ثلاث مقاومات على التوالي اهمت، ثلاث مقاومات على التوالي، القيمه بتاعتهم هي ار زي المقاومه الكليه هي عباره عن ار زائد ال اس زائد 1/ ايه؟ على سي اس. او زي ما احنا كاتبينها هي عمليه الامبيدنس او الايكوفالنت امبيدنس او الممانعه المكافئه، هي زد توتال بتساوي زد ار زائد زد سي زائد زد ال، وبالتالي التوتال امبيدنس او الايكوفالنت امبيدنس هي عباره عن ار زائد ال اس زائد 1/ سي اس. نفس الكلام لو عندي الثلاث مكونات ان بارلل، ماشي،
وبالتالي هيبقى طبعا كلنا عارفين المقاومات المتصلات على التوازي، بيبقى مقلوب المقاومة المكافئة هو عبارة عن مجموع مقلوب كل مقاومة ايه، كل مقاومة من هذه المقاومات. وبالتالي واحد على الزيت توتال هي عبارة عن واحد على زيت واحد او زيت ار في الحالة، زائد واحد على زيت ال، زائد واحد على زيت سي، شيل الزيتات الموجودة ديت، وبالتالي واحد على زيت توتال بتساوي واحد على الار زائد واحد على ال اس زائد واحد على واحد على سي اس. زي الكلام اللي احنا ايه اللي احنا لسه واخدينه، او الاكزامبل اللي احنا واخدينه، معايا ار وال على التوازي ماشي، وفي توالي مع المجموعه، وبالتالي واحد على الزيت هشيل الار والال ديت واحط مكانهم زيت، وبالتالي واحد على زيت بتساوي واحد على زيت ار زائد واحد على ايه على زيت ال، وواحد على زيت بتساوي واحد على ار زائد واحد على ال اس، وبالتالي زيت وحد المقامات ار ال اس، او واحد على زد بتساوي واحد على ار ال اس، والمقام البسط هيكون واحد زائد ار ال اس، اقلب الطرفين او اقلب طرفي المعادله، هتبقى الزد او المقاومه او التوتال امبيدنس او الايكوفالنت امبيدنس للار والال هي عباره عن حاصل ضربهم على حاصل ايه، على حاصل جمعهم، زي نفس الكلام اللي احنا ايه اللي احنا بنعرفه في الايه في المقاومات اللي على التوازي، حصل مقاومتين على التوازي هو حصل ضربهم على حصل ايه؟ على حصل جمعهم. وبالتالي انا لما حولت الى لابلاس، فلابلاس ريحني بقى من العمليات التفاضليه والايه؟ والتكامليه اللي بتحصل، واستبدلني المقاومه والمكثف والملف بما يوازيهم وكانهم مقاومات متصلات على التوالي او على الايه؟ على التوازي. وبالتالي الار والال اللي هي على التوازي باستخدام لابلاس اصبحوا مقاومتين حاصل جمعهم على حاصل ضربهم على حاصل ايه؟ على حاصل جمعهم. وببدا احل المساله اهي زي ما احنا ايه؟ زي ما احنا شايفين. اصبحت زد اللي هي بتساوي حاصل ضرب المقاومه في ال ال اس على حاصل جمع واحد زائد ار ال اس. وهنشوف دلوقتي بعد ما حطينا زد نشوف بقى المعادلات التي تصف هذا النظام. ال V input of S، ال V input of S بتساوي I of S في الزد زائد واحد على C S في ال I of S، ال V output of S بتساوي واحد على C S في ال I of S. طبعا من السهل جدا ان انا اقسم المعادلتين الفي انبوت والفي اوتبوت على الفي انبوت عشان احصل على الايه على الاوفر اول ترانسفير فانكشن. كذلك برضو لو عندي نظامين بالاوبريشن امبليفاير او مكبر العمليات، وعندي اللي احنا بنسميه الانفيرتنج والنون انفيرتنج امبليفاير او المكبر العاكس والمكبر الغير عاكس، فالمكبر العاكس هو الداخل على مقاومه بنسمى على القطب السالب ل الاوبريشن او الدخل السالب للاوبريشن امبليفاير، وفي تغذيه خلفيه اللي هي زد 2، وبالتالي في او على الفي اي هو ناقص زد 2 على زد ال، او بمعنى اخر زد 1 ديت ممكن تكون مقاومه، ممكن تكون مقاومه ومكثف متصلين توالي او متصلين توازي، ممكن تكون مقاومه وملف متصلين توالي او توازي، ممكن تكون مقاومه ومقاومه وملف ومكثف متصلات توالي او توازي، وكذلك زد 2. وبالتالي لابلاس حللي مشكلة الايه التعقيد الرياضي لو اني اشتغلت في التايم ايه، لو اني اشتغلت في التايم دومين. كذلك على الجانب الايمن هجد اني نفس الاوبريشن امبليفاير، لكن الدخل على النون انفيرتنج بين او اللي هو الطرف الغير عاكس ماشي. وطبعا كلنا عارفين ان الفي اوتبوت على الفي ام على الفي انبوت في الحالة ديت هي عبارة على واحد زائد زد اتنين على ايه؟ على زد واحد، زي ما اتفقنا زد واحد ممكن تكون مجموعة من المكونات، زد اتنين كذلك ممكن تكون مجموعة من المكونات، وبالتالي سهل عليا جدا في عملية الايه؟ ادي الحسابات اهيت. لو عندي سي هي زد اتنين، السي في لابلاس عبارة عن ايه؟ عبارة عن واحد على سي اس. خلاص احنا لسه قايلين دلوقتي ان في او على الفي اي
في الانفرتنج امب في الانفرتنج امبليفاير هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن قلنا ايه؟ قلنا ان هي عبارة عن زد اتنين ناقص زد اتنين على زد واحد، زد اتنين اللي هي واحد على ار سي، واحد على سي اس، وزد واحد اللي هي ار، وبالتالي اصبح في او على في اي بيساوي ناقص واحد على الار سي اس. ونفس الحكاية بالنسبة ل لو انا دخلت المكثف هو اللي ده هو في الانبوت والمقاومة هي اللي في الخارج، يبقى الفي اتنين على الفي اي اصبحت عبارة عن زد اتنين على زد واحد، زد اتنين اللي هي ار، وزد واحد اللي هي واحد على الـ على السي اس، وبالتالي ار على واحد على على سي اس، مقام المقام بس اصبحت عندي في او على الفي اي بتساوي ناقص ار سي اس. نفس الكلام بالنسبة لو عندي مكونات مركبة زي ما احنا شايفين كده على الداخل او على الخارج، كل ده انا بقول اني انا بوصف النظام رياضيا باستخدام الديفرنشال اكويشن، ومن ثم بحول هذه الديفرنشال اكويشن عن طريق اللابلاس. فاللابلاس ممكن انا زي ما قلت اجامب الخطوة الاولى ان انا احلها ب ان انا اوصف النظام وصفا رياضيا عن طريق الديفرنشال اكويشن، واروح داخل مباشره على اللابلاس خاصه لو انها مكونات كهربيه انا عارف ما يكافئها في ايه في اللابلاس. بمعنى ان انا عندي دلوقتي اوبريشن امبليفاير اهوت، والدخل بتاعي هو اللي هو انفرتنج اوبريشن انفرتنج امبليفاير او مكبر عاكس، الدخل بتاعي داخل على ار وسي على التوازي، والخارج طبعا عن المقاومة R2، وبالتالي زي ما قلنا برضو V2 على الـ VI أو الـ V1 هو زد ناقص طبعا زد 2 على زد 1، زد 1 زد 1 في الحالة دي اللي هي مقاومتين من وجهة نظر لابلاس، يعني مقاومتين على التوازي حصل ضربهم على حصل ايه؟ على حصل جمعهم ماشي، وبالتالي اصبحت R1 على CS على واحد او على ار واحد زائد واحد على سي اس. بعد الاختصارات هجد ان الفي اتنين على الفي واحد بيساوي ار اتنين في ار واحد سي اس زائد واحد على ايه على ار واحد. نفس الكلام في الدايرة ليه في الدايرة التانية، ان انا هشيل الانبوت امبيدنس واحط ما يكافئها او المقاومة والمكثف اللي في الدخل وحط ما يكافئها الامبيدنس اللي يعادلها او يكافئها في لابلاس، كذلك الار سي سيركت اللي في الاوتبوت هقدر اشيلها واحط ما يكافئها في لابلاس، وفي النهايه انا حصلت على ترانسفير فانكشن يصف هذا الايه هذا النظام. اذا عشان اعمل اناليسيس لهذا لاي نظام بدايه قرايه الماثيماتيكال موديل او الماثيماتيكال ايكويشن بتاعي، على سبيل المثال في حالنا ده الديفرنشال ايكويشن، ثم احاول ان انا او استخدم لابلاس هيديني لابلاس ترانسفورم لهذه المعادلات. لو انا عايز اعمل كذلك البلوك دياجرام لهذه المعادلات من السهل جدا، ومن ثم اقدر اجيب الاوفر اول ترانسفير فانكشن او احول هذه المعادلات اللي هي معادلات لابلاس الى سيجنال فلو جراف، وبالتالي برضو اقدر اتحصل على لابلاس للاوفر اول ترانسفير فانكشن بتاعتي من الايه من السيجنال فلو جراف او من البلوك دياجرام ريدكشن وهكذا. ده مثال تاني اهوت هو الدي سي موتور، وعندي نوعين من طبعا اي دي سي موتور او اي محرك تيار مستمر له مكونين اساسيين، يعني بالاضافه لبقيه المكونات اللي هو الارميتشر كويلز او ملف الاستنتاج او ملف او بيسموه المنتج، والفيلد كويل اللي احنا بنسميه الايه ملف المجال. وطبعا الـ يمكن التحكم في الدي سي موتور عن طريق الارميتشر او عن طريق الايه او عن طريق الفيلد.
سواء الارمتشر او الفيلد، سواء الارمتشر كنترول ده او الفيلد كنترول دي سي موتور، في الحالتين بيوصف بمعادلات رياضيه. هذه المعادلات الرياضيه بتكون ديفرنشال ايكويشن عاديه، ومن ثم بنحولها الى لابلاس ترانسفورميشن، ومن لابلاس اقدر ان انا اعمل البلوك دايجرام، ومن ثم اقدر اعمل الايه اي اناليسيس او اي تحليل اقدر اعمله على الايه على الموتور. تعال نشوف كده اهوت الانبوت. انا عندي اهوت، هبدا الاول بالحاله الاولى اللي هي الارمتشر كنترول دي سي موتور، اللي هي له دخل هتحكم عن طريق الارمتشر، يعني الدخل بتاع يو، والخارج بتاع السيستم كله هو الانجلر فيلوسيتي او الايه او السرعه الزاويه زي ما بيسموها. تعالى كده نشوف الدنيا فيها ايه. اول معادله هي المعادله التي تصف الجهود في دايره الارمتشر. عندي دخل اهوت، جهد برضو، وزي ما اتفقنا ان من كيرش فولتج لوب يقول ان الجهود الداخله في لوب هي بتساوي الجهود المستنزفه داخل الايه او الجهود الخارجه من هذه الايه من هذا اللوب. انا عندي اللوب اهوت دخله يو، وبالتالي يو بتساوي الار اي في الاي اي، حيث الار اي هو الارمتشر ريزيستنس والاي اي اللي هو الارمتشر كارنت، زائد الفولتج دروب او الفولتج ديفرنس بين الطرفي او بين طرفي الملف الارمتشر هو ال اي في الدي اي اي باي دي تي، زائد الاي ام اف او القوة الدفع الكهربية اللي هي الايه الاي بي. يبقى انا عندي اول معادلة خالص هي المعادلة التي تصف هذا تصف الارمتشر، هي ان اليو بتساوي اللي هو الانبوت فولتج، ساعات بيسموه الفي اي ساعات بيسموه الفي اي، بتساوي المقاومة في التيار بتاع الارمتشر، زائد الحث في تفاضل الارمتشر، زائد قوة الدفع الكهربية اللي ايه بين طرفي. هنا الميكانيكال تورك بتساوي الجي في ال دبليو دوت او الاوميجا دوت زائد البي دوت، حيث الجي اللي هي الانرشيا والبي اللي هي الفراكشن بتاعنا، واحنا قلنا ان هي الاوميجا هي الانجلر ايه الانجلر فيلوسيتي. طبعا عندي معادلتين، ده اللي احنا شفناه، ده الميكانيكال تورك ماشي. هنشوف بقيه الايه بقيه المعادلات، الباور او الـ 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 القدره الكهربيه او العزم الكهربي اللي هو التي موتور بتساوي كي تي في الاي اي، والفولتج او العلاقه بين الاي ام اف او الاي بي والسبيد بتاعي، هي اي بي بتساوي كي بي في الدبليو، حيث الكي اللي هي التورك كونستانت والكي بي اللي هي الفيلستي كونستانت كلها ثوابت، وفي حالة اللي هي الايديان موتورز بتكون الكي او الكي تي بتساوي الايه الكي بي. وبالتالي عندي معادلتين اهمت، المعادلتين اللي خدنا المعادلتين اللي فوق مع المعادلتين اللي هناك وعوضنا، قلنا والله اللي ايه دي اي اي باي دي تي زائد الار اي في الاي اي زائد الكي بي في الدبليو بتساوي ايه، يعني شلنا الاي بي وحطينا مكانها الكي بي في الدبليو، الكلام ده بيساوي الانبوت فولتج، وان الجي في الدبليو دوت زائد البي دبليو ماينس كي في ماينس كي تي في الاي اي بيساوي صفر. عندي معادلتين، ادي المعادلتين في التايم دومين، حولناهم الى عن طريق لابلاس اهمت، بقوا في الاس دومين، عندي شلنا ال وحطينا مكانه ايه ال اس، والمقاومه كما هي في لابلاس، واصبحت عند ال اي في الاس زائد ار اي، خدنا الاي اس ايه الاي اي عامل مشترك اللي هو احنا بنسميه الارمتشر كارنت، زائد كي بي اوميجا اوف اس بتساوي يو اوف اس، والمعادله الثانيه زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين. ومن ثم اقدر استنتج ال الترانسفير فانكشن بتوين الاوتبوت والانبوت زي ما احنا شايفينها كده، وبالتالي اقدر ان انا ايه ان انا اشتغل عليها اللي انا ايه اللي انا محتاجه في الايه.
طبعا نظرا برضو لضيق الوقت، فبنقول ان اي نظام بغض النظر عن ما هو هذا النظام يمكن وصفه بمعادلات رياضية. حصلت على المعادلات الرياضية اقدر استنتج من المعادلات، طبعا الديفرنشال ايكويشن، احولها الى لابلاس عن طريق لابلاس ترانسفورميشن الى معادلات جبرية عادية خالص، ومن ثم اقدر احصل على الايه الترانسفير فانكشن اللي اقدر من خلالها اتعامل مع السيستم او اقدر اطبق عليه اي طريقة من طرق الايه من طرق التحليل. طبعا ادي معادلات الدي سي موتور، الارميتشر كنترول دي سي موتور او محركات التيار المستمر المتحكم فيها عن طريق الارميتشر، دائما بتكون كلوزد لوب، بينما الفيلد كنترول الفيلد كنترول دي سي موتور بيكون عباره عن اوبن لوب كنترول سيستم. ده بالنسبه للارميتشر، وهنا بالنسبه للايه بالنسبه للفيلد، فعاده بيكون معظم انظمه التحكم في الدي سي موتور عن طريق ايه عن طريق الارميتشر. كل الكلام سواء كان البلوك دايجرام بالنسبه للارميتشر كنترول دي سي موتور او الفيلد كنترول دي سي موتور، عن طريق ان انا استنتجت معادلات ثم طبعا قبل ما بستنتج معادلات بحدد الدخل والخارج. يعني اذا كنت انا حددت الدخل على انه الارميتشر فولتج، فالخارج ممكن يكون بوزيشن، ممكن يكون فيلوسيتي سرعه، ممكن كذلك في الفيلد كنترول دي سي موتور. حددت الدخول والخروج، اقدر بناء على المعادلات التي تصف النظام احولها الى لابلاس، اقدر باستخدام البلوك دياجرام اقدر ارسم البلوك الذي يصف كل مكون من مكونات هذا النظام، اعمل جروبينج او اعمل كومباينيشن لهذه البلوكس، وبالتالي هيديني الاوفر اول بلوك دايجرام بتاع النظام. ثم بعد كده اقدر اعمل عمليه الاناليسيس على هذا البلوك دايجرام، سواء كان ريدكشن، سواء كان ستابيليتي اناليسيس، سواء كان التايم ريسبونس، سواء كان ترانزيانت ريسبونس، سواء كان الفريكوانسي ريسبونس، اي تحليل انا محتاجه على مثل هذه الانظمه بعمله بعد عمليه الترانسفورميشن وحل الايه. طيب يبقى احنا في نهايه الحلقه، يعني ان شاء الله تعالى عرفنا ان الموديلنج او كتابه الماثيماتيكال موديلنج لاي نظام بياتي على 6 خطوات زي ما قلنا في البدايه خالص، ان انا بصف النظام رياضيا عن طريق الديفرنشال ايكويشن، ومن ثم اقدر احولها او احل هذه الديفرنشال ايكويشن عن طريق اللابلاس في حلقاتنا يعني، ومن ثم اقدر عن طريق اللابلاس ان انا امثل هذا النظام عن طريق البلوك دايجرام او عن طريق السيجنال فلو جراف، وبعد تمثيلها اقدر برضو احصل على الاوفر اول ترانسفير فانكشن سواء من البلوك دايجرام او السيجنال فلو جراف. حصلت على الترانسفير فانكشن برضو من صياغة الكلام اللي احنا قلناه، مقام الترانسفير فانكشن مهم جدا بالنسبة لنا، وهو ما يسمى بالكاركترستيك ايكويشن او دالة التمييز او دالة المميزات او دالة القواص. هذه الدالة بتديني خصائص كتيرة جدا للنظام، يعني على الاقل ان هي بتقول لي هذا النظام ستيبل او unstable او حتى critical stable، يعني يا اما متزن يا اما غير متزن، او انه حتى اتزانه ممكن يكون اتزان حرك من خلال حل هذه المعادلة، والايه واذا كانت البولز موجبة او سالبة انا بحدد هل هو stable او unstable. ده كان ملخص لهذه الحلقة. ان شاء الله الحلقة القادمة هيكون في عن الاستابيليتي ودراسة استقرارية الأنظمة، وإلى لقاء آخر في الحلقة القادمة إن شاء الله.
ايه.